عقد الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا كوفيد 19 مساء اليوم مؤتمرا صحفيا في مركز ولي العهد للتدريب والبحوث الوطنية للوقوف على مستجدات الفيروس وتطورات الحالة المصابة. تحدث فيه سعادة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة والمقدم طبيب مناف القحطاني استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري، والدكتورة جميلة السلمان استشارية الأمراض المعدية بمجمع السلمانية الطبي. في بداية المؤتمر أكدت سعادة وزيرة الصحة استقرار الوضع الصحي للحالات المؤكدة، مشيرة إلى أن التنسيق مستمر مع مختلف الجهات المعنية. بداية أود أن أبدأ بتقديم خالص الشكر والتقدير لسيدي حضرة الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، الذي أعطانا يوم أمس في اجتماعه مع مجلس الوزراء توجيهات السديدة ودعمه المستمر، والذي جعلنا فعلا كمواطنين ومقيمين في هذه الأرض أن نشعر بالاطمئنان، لأن وراءنا قائد يحافظ ويحمي أبناء هذا الوطن والمقيمين. والشكر أيضا موصول لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد على دعمه ومتابعته المستمرة لكافة الأمور المتعلقة بوباء الكورونا، واستمراريته لحظة بلحظة في تقديم كل المساعدة لفريق العمل الذي يقوم بمكافحة هذا الوباء. وخاصة بدأ سموه بإنشاء فريق عمل قبل أن تصل أول حالة لدينا احنا في مملكة البحرين، كانت لديه رؤية واضحة ومستنيرة عندما شكل فريق عمل برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، الذي قام بدور كبير مع فريق العمل في وضع الخطط قبل أن تصلنا الحالة الأولى، وعمل مع كافة الفريق العمل في كل لحظة في يوميا لمدة 24 ساعة. الكل كان يعمل مع هذا الفريق مع معالي الشيخ محمد بن عبد الله، والتنسيق مستمر مع وزارات الداخلية وقوة الدفاع ووزارة الإعلام ووزارة المواصلات، وكذلك كل جهة لها دور، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف السنية والجعفرية، هناك العديد من الجهات التي بذلت كل الجهد لتوعية هذا المجتمع والعمل بيد واحدة. وفعلا نحن نستطيع أن نقول أن فريق البحرين أثبت فعلا هذه الأيام أنه هي فريق بكل معنى الكلمة وبكل جدارة.